النهارده وبشكل رسمي اعلنت الهيئه الوطنيه للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتره رئاسيه جديده تنتهي بعد 6 سنين، هي مده الفتره الرئاسيه في الدستور المصري. النهارده وبشكل رسمي الرئيس السيسي هيكمل معانا مسيرة البناء والتنمية لحد سنة 2030، وده باختيار المصريين اللي نزلوا بمنتهى الحرية وادوا أصواتهم وأكدوا على قرارهم بدعمه. المصريين نزلوا ولبوا النداء وملوا اللجان الانتخابية وادوا صوتهم للرئيس عشان يدعموه في كل موقف. المصريين لبوا النداء من جديد زي ما فوضوا السيسي وهو وزير دفاع مصر عشان يتصدى للفوضى بعد ثورة 30 يونيو. المصريين لبوا النداء زي ما وقفوا بالطوابير عشان يدعموا قرار حفر قناة السويس الجديدة وجمعوا في أيام 64 مليار جنيه عشان القناة تبقى واقع وتصنع الفارق في مسار الشريان الأهم في التجارة الدولية. المصريين لبوا النداء زي ما دعموا الدولة في حربها ضد الإرهاب لحد ما رجع الاستقرار للشارع المصري من جديد، وزي ما نزلوا الشوارع يأكدوا وقفهم في صف قرار الرئيس برفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. في ثقة متبادلة بين المصريين ورئيسهم عبد الفتاح السيسي، في تاريخ اتبنى من الثقة ما فيهوش خذلان. عشان كده جددوا ثقتهم في الرئيس وقالوا له في صناديق الانتخابات اللي استقبلت أصواتهم جوه وبره مصر، احنا معاك واحنا مكملين المشوار، احنا معاك وكلنا ثقة اننا هنشوف مصر زي ما وعدتنا، نشوفها دولة قوية عفية وشابة، اقتصادها قوي، ولادها في اعلى مكانة، نشوفها زي ما تعودنا عليها في عهدك، دولة قرارها مستقل وخطوطها الحمراء بتحظى باحترام العالم ومحدش يقدر يقرب جنبها. المصريين اعلنوا ان حبهم لرئيسهم نابع من حبهم لبلدهم اللي نفسهم يشوفوها في احسن صورة. عشان كده احنا النهاردة من حقنا نحتفل، مصر من حقها تحتفل، من حق مصر تفرح. من زمان الزمان المصريين لما بيفرحوا ويحتفلوا بيحبوا يعبروا عن حبهم لمصر بالكلمة والأغنية. عشان كده كنا دايما رواد في تقديم الأغاني الوطنية اللي معششة في قلوبنا، أغاني أرخت لثورات وانتصارات وأحداث مهمة جدا عاشتها مصر، أغاني جسدت الهوية المصرية من أول سيد درويش لما قال بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، ولما قال أم يا مصري مصر دايما بتناديك وأنا المصري كريم العنصرين، ويجي عبد الوهاب بعدها يغني حب الوطن فرض عليا، وتهدي الست أم كلثوم لينا أغنيتها الخالدة مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي، ويطلع عبد الحليم في نفس السنة ويقول إحنا الشعب، وبعدها يتربع على عرش الأغاني الوطنية ويغني بقى صورة بالأحضان قلنا هنبني ودحنا بنينا السد العالي، وتتوالى روائع الأغاني الوطنية المحفورة في قلوب وعقول المصريين. يا أغلى اسم في الوجود ما تقولش إيه هدتنا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. وإحنا النهاردة وفي اليوم الحلو ده هنستمتع بأغاني جميلة هنسمعها النهاردة بصوت مختلف. صحيح هنسمعه كأنه صوت واحد، لكنه صوت شباب ما بينهم تجانس وهارموني يخليك تسمعهم كصوت واحد مريح للودن والقلب. 31 شاب وشابة من المواهب الجميلة بيغنوا أحلى أغاني، أغاني بقى قديمة وجديدة، طرب وراب، تقطيع وتترات، مواويل ومهرجانات، فلكلور وإعلانات. النهاردة هنعيش مع فرقة هارموني عربي، فرقة فيها مواهب من كل الأعمار، حالة غنائية مختلفة، وانت بتسمعهم تحس انك عايز تقوم تغني معاهم. شباب كده مبهج
بيقودهم المايسترو محمود وحيد، الملحن والمؤلف الموسيقي اللي بينظم ويدرب كل الشباب الجميلة دول عشان يقدموا لنا أحلى وأروع أغاني. مش هنسمع النهاردة أغاني وطنية وبس، لأ، هنسمع مجموعة من الأغاني المتنوعة والمتميزة اللي هيقدمها لنا كورال هارموني عربي. لو من عليا لو حرب جايه والله ما اتضايق، هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده ليه؟ بدراسة والانبساط لازم لي لازم انا ما صدق نفسك جاي نحلي لو حتى كل الدنيا مش حتى والله. ايه اليوم الحلو ده، ايه الناس الحلوه دي، ايه يا مايسترو. المايسترو محمود وحيد، الملحن والمؤلف الموسيقي، قائد كورال هارموني عربي، من انتم؟ احنا فريق كورال، فريق غناء جماعي في الاصل، تابعين لجامعه عين شمس، وبنقدم الغناء الجماعي بشكل مختلف، بنحاول نوصله لفئه اكبر من المتلقين، بنحاول نعيد صياغه الغناء الجماعي بشكل مناسب اكتر. بداتم امتى وبتغنوا ايه وازاي يعني اتجمعتم مع بعض؟ بدانا في الاصل من جامعه عين شمس، انا كنت في فريق الكورال في جامعه عين شمس، وابتديت ادرب فريق الكورال في المسابقات الخاصه بالجامعات والاحتفالات الخاصه بالجامعه من سنه 2009، ومع الوقت ابتدى يبقى عندنا عدد اكبر من الناس اللي بتغني، وابتدى الموضوع ياخد مساحه اكبر، ومن سنتين كده ابتدى يبقى عندنا توجه ما من الجامعه، من اداره الجامعه، ان احنا نكبر دوت ونديله مساحه اكبر، ما يبقاش بس مقتصر على فكره المسابقات اللي تخص الجامعه او الاحتفالات اللي تخص الجامعه او احتفالات اكتوبر او كده، لا، كان في توجيه ان احنا نحاول نصور ده ونخلي الناس تقدر تشوفه بشكل اسهل من خلال ان احنا نتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، وان احنا نحاول نختار اغاني مناسبه للمتلقي اللي في سنة 2023، مناسبة للشكل الغنائي اللي احنا متخيلين ان ممكن الناس تحبه. فابتدينا من شهر 10 2021. ده وقت قليل جدا، انتم عاملين حالة مبهجة، شباب صحيح. جميل، بتشتغلوا من قلبكم، بتغنوا من قلبكم، كأنكم مش جايين تشتغلوا، كأنكم بالزبط. جايين
بنلعب بنغني مع بعض كاننا في رحله، رحله شباب مع بعض. هو في الاصل احنا ده مش شغل بمعنى كلمه شغل. لا ده هو نشاط. مساحه من ان احنا نمارس هوايه بنحبها، مساحه من ان احنا نعبر عن افكارنا ومشاعرنا بـ 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 بالاداه اللي ربنا اداها لنا اللي هي الغنى. فالموضوع مش شغل ابدا، لا هو اصلا نشاط. هو غنى وروح. غنى النهارده هنغني كتير. بتغنوا ايه بقى؟ احنا بنغني زي ما الغنى جزء من ثقافه اي فئه من الناس. اي شعب. والغنى عندنا في مصر هنا يعني متنوع جدا. متنوع جدا. صح؟ وفي كل المشاعر، سواء حزن او فرح او حب او كره او حاجات وطنيه حاجات دينيه. فاحنا جزء من هذا المجتمع، فبنغني كل اشكال اللي المجتمع بيحب يغنيها. هنتكلم النهارده معاكم على كل الاشكال وكل الانواع، ووطني بقى ومش وطني، وفلكلور وصعيدي ونوبي وكل حاجه. كل حاجه النهارده يعني سهره ممتده، ولكن واحنا كده بندردش ما وراناش حاجه، نفسنا نسمع. ادينا بندردش ورانا ايه؟ تمام. يلا
عملتوا لنا حاله بهجه. يعني انا اتفرجت على شغل بتاعكم وفيديوهات ليكم، ولكن البهجه الفظيعه اللي انتوا عملتوها من اول ما دخلتم استوديو اي تي سي بجد حاجه يعني ايه تخلي الواحد كل يوم عاوز يغني معاكم. بالعكس، ده احنا مبسوطين ان احنا ويلا بينا نتقابل كل يوم. كل يوم يلا هنغني معاكم. أمال ماهر واحدة من الفنانات اللي أنا عارفة إن أنتم بتحبوا قوي تغنوا لها، ليه؟ أمال ماهر من أهم الأصوات اللي ظهرت في الوطن العربي في آخر 30 سنة. وفي فترة ظهورها كان معاها الأستاذ عمار الشريعي، وكان معاها مجموعة من الكتاب والملحنين اللي قدموا معاها. كانت طلع صوت مصري، طلعت وهي في اعداديه تقريبا بالظبط، بدات صوت مصري بتفكرنا بأم كلثوم، بس متربيين على صوتها يعني من واحنا صغيرين بنحب صوتها. وكمان قدمت اشكال غنائيه مختلفه، سواء اغاني وطنيه او اغاني تخص احتفاليات في مصر كتير يعني. فمن الاصوات اللي احنا بنحب دايما ان احنا هي صوت حلو. هتغنوا لها النهارده؟ هنغني لها ايه؟ احنا هنغني لها النهارده اكتر من حاجه، بس طوبة فوق طوبة؟ طوبة فوق طوبة. يلا من الملحنين العظام في تاريخ الموسيقى المصرية ويمكن الموسيقى العربية ويمكن العالمية، لأنه الموسيقى بتاعته لا تقل جودة عن أي موسيقى عالمية. صحيح. عمر خيرت الرائع. طبعًا. الكبير طبعًا. عمر خيرت، أنا عارفة أن أنتم ليكم يعني باع طويل في الأغاني اللي لحنها عمر خيرت.
طبعا. لماذا عمر خيرت؟ عمر خيرت من المؤلفين الموسيقيين اللي عندهم تميز في فكرة ان هو مؤلف موسيقي عربي وبيستخدم ادوات عالمية، ادواته في التوزيع وفي الهارموني وفي الصياغة الموسيقية ادوات مش 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 شرقية بحتة، هي شرقية ممتزجة بوعي كلاسيكي عالمي، يعني في الشكل الاوبرالي كده بالظبط. فهو بالظبط استخدام الالات الموسيقية المختلفة، مش الات الشرقي التخت الشرقي البحتة، لا استخدام الالات النفق والاوركسترا. وفي نفس الوقت الجمل اللحنية شبهنا وقريبة من وعينا الموسيقي وتذوقنا، فعنده مساحة كبيرة من هو يبقى مبهر لينا ولأي فنان يعني. حتى موسيقى، حتى لو ما فيش أغنية معها، يعني احنا كشعب بنحب قوي الأغاني، نحب نسمع صحيح. الكلام واللحن بيبقى حلو بالظبط، بنحب نسمع الكلام، ولكن عمر خيرت حتى لما بنسمع الموسيقى بتاعته لوحدها بننبسط جدا، بتبقى كافية وممتعة في حد ذاتها، وبنعرف ليه بصمة، بنعرف على طول أول ما بنسمع أي حد فينا بيعرف ده عمر خيرت. صحيح صحيح صحيح، الموسيقى بتاعته فيها حاجة حلوة. صحيح، مش كده؟ بالظبط. يلا فيها يلا. حاجة حلوة. بجد انتم كمان فيكم حاجات كتيره حلوه، ايه يا مايسترو الجمال ده وايه الفرقه الحلوه دي وايه الكورال الجامد ده وايه المايسترو اللي عنده يعني حماس وحب كده وطالع من قلبك وانت بتقود الكورال الجميل ده. انا متوقعه لك بجد تبقى مايسترو مصري كده عظيم تشرفنا كده في كل حته في العالم. جزء مهم من دور المايسترو ان هو يوصلهم هو عايز يعبر عن المزيكا ازاي او عن العمل ازاي، فلازم هم يعني تحاول توضح لهم دوت يعني علشان هم يفهموا المقصود يعني. وجزء من الشخصيه بتاعت المايسترو انه يبقى عنده كاريزما
قادر على القياده صح؟ اكيد ده جزء. وانت قائد عظيم انا شايفك بصراحه يعني زي ما رائع يعني. شكرا شكرا لذوقك. عمر خيرت اللي غنينا له دلوقتي فيها حاجه حلوه اعتقد الحانه فيها كمان بعض لمسات كده بعيده من الفلكلور المصري اللي بيضيفها في بعض الاغنيات. الفلكلور المصري يتميز بثراء صعيدي بقى نوبي طبعا اسكندراني حتى بدوي سويسي بدوي بالظبط كده حتى ده يعني البدوي مثلا في سينا شكل مختلف غير البدوي اللي في مطروح ده بدوي وده بدوي ده يعني اقصد حتى البدوي في حد ذاته بينفصل لاشكال فعلا البدوي السيناوي غير البدوي بتاع مرسى مطروح بالظبط مرسى مطروح شبه الراي سنه شبه الغنى الراي ايوه لكن البدوي السيناوي شبه الغنى الشامي بتاع لبنان وفلسطين وكده ايوه فاقصد ان حتى دوت في اختلاف عندنا تنوع فني كبير في 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 مصر سواء حسب انت فين فهتلاقي في مساحه مثلا في النوبه الدفوف والايقاعات مهمه جدا يعني ممكن تلاقي فرح فيه 15 حد بيلعب ايقاع نطلع شويه للصعيد هتلاقي ان الايقاعات لا طبله وهكذا نطلع شويه لاسكندريه هنلاقي الاكورديون مثلا هو الاله الاهم والطبله نروح على مثلا على قناه السويس على بورسعيد اسماعيليه هتلاقي السمسميه هي الاله الاهم كل مكان عنده اختلاف وتميز في شكل الفن اللي بيقدمه انتم بتعملوا خلطة مصرية ليها طعم مختلف وطعم خاص ده بقى اللي احنا متميزين فيه وانت عندك سر الخلطة بتاخد حتة من هنا على حتة تعمل كده في الاخر خلطة واحنا بنتفرج بنحس ان احنا خدنا ايه حقنة فيتامين فلكلور مصري بنحس كده بجذورنا المصرية وبنفخر واحنا بنتفرج وبنسمع ده انه قد كده مصر غنية قد كده الثقافة المصرية غنية ومتنوعة اكتر من كده بكتير والغنى الفلكلوري برضو اللي بيمس القلب حتى لو انت الجملة اللحنية او الاغنية انت مستمعها قبل كده بس بتحس ان انت ليك علاقة بيها لو سمعتها لو عديت في حنة وكان في مجموعة من الفلاحين بيغنوا اغاني انت ما تعرفش كلامها بس انت حاسس ان انت عارف ده اللحن ده مش غريب عليا اللي بيتقال ده جزء من موروثي ومن ثقافتي فدايما بنشوف ان الذكاء الاستعانه بالاشكال اللحنيه دي بس يلا ناخد جرعه فيتامينات من الفلكلور المصري اللي بتحسسنا قد ايه احنا كمصريين عظماء جدا لاننا طول عمرنا شعب عنده الحس الفني وضارب بجذوره في عمق التاريخ يلا
الوجوب هيذاكرنا ليه؟ حرب الشاور يعني دي بيذاكرنا ليه؟
بلادي لك حبي وفؤادي. النشيد الوطني المصري اللي يعني طبعا عمله لنا واهداه لنا سيد درويش، احد دعائم الاغنيه المصريه، الموسيقى المصريه والعربيه كلها. سيد درويش واحد من اللي اسسوا كمان الاغنيه الوطنيه. بالظبط بالظبط. ظهوره في فتره ثوره 19 كان وهو كان وطني وكان ليه آراء سياسية، فهو كان من أهم الفنانين اللي اهتموا بالشكل الغنائي الوطني، واهتموا أصلا بالشكل الغنائي الجماعي، فكرة الغنى الجماعي والغنى الكورالي. هو كان جزء من اللي كان بيقدمه، فكرة إن الناس تغني الأغنية، إن الأغنية ما تبقاش أغنية فردية يصعب على الناس غنائها. فنلاقي مثلا كل اللي احنا غناه، أنا المصري وبلادي بلادي الحلوه دي قامت تعجن في الفجريه. لا هو بيغني للجيش حتى بقى طبعا. كان بيقول ايه؟ احسن جيوش في الامم جيوشنا طبعا. احسن جيوش في الامم جيوشنا طبعًا. وقت الشدايد تعالى شفنا، وقت ما نلمح جيش الاعادي نهجم ولا اي شيء يحوش. كان جزء من عرض مسرحي، كان برضو من الحاجات اللي كانت مهمه في تنوع الحان سيد درويش، ان هو كان اغلبها عباره عن مسرح غنائي، فكان مسرحيه ففيها مشاعر مختلفه، الموضوع مش بس حب وكره. هو رائد المسرح الغنائي سيد درويش. بالظبط. فكونه كان بيشتغل مسرح غنائي كتير، فقدم لنا اشكال غنائيه سواء على مستوى الافكار اللي بتقدمها، حب او كره او حاجات وطني او حاجات للصناعيه او حاجات للحدادين او للفئات لكل عمال مصر. طبعا ده جزء من الموضوع، لكل واحد بيشقى ويتعب بايده. صحيح. على مستوى اخر، فكره الغنى الفردي والغنى الدويتو والغنى التريو الثلاثي والغنى الجماعي، فهو كان عنده يعني موهبه كده ربانيه مبالغ فيها، قدر من خلالها يوصل لنا كل الموروث الغنائي ده، المعروف والغير معروف، الاكبر كتير من المعروف، في مدة لا تتخطى 8 سنين. هو كل انشغاله بشكل حقيقي بالغناء وبالموسيقى وبالتلحين، كان توفى هو عنده 31 سنة، فكانت حوالي 6-7 سنين بس دي المدة اللي اشتغل فيها بالغناء، وقدم لنا كل الموروث اللي احنا عايشين عليه دوت وبنحترمه وبنحبه وبيمثلنا. واحد برضو من أهم اللي قدموا لنا موروث غنائي عايشين عليه، وخصوصا في الأغاني الوطنية. طبعا هو قدم كل الأنواع الأغاني، عاطفي، ديني، وطني. عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ عمل مجموعة عظيمة من الأغاني الوطنية، أحلف بسماها وبترابها، بالأحضان، قلنا هنبني، ودحنا بدينا السد العالي. يعني الحقيقة
عدى النهار، عدى النهار عاش اللي قال. ايه ده؟ يعني كل المناسبات الوطنيه اللي حصلت من الخمسينات لاواخر السبعينات كان جزء مهم ورئيسي عبد الحليم حافظ في 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 في, في ادائها وفي توعيتنا بيها. كان صوت مصر في فترات طويله مهمه طبعًا. عبر مثلا عن ثوره 52. طبعا طبعا طبعا، هو اهم يعني، يعتبر كان جزء اصلا من نجاحه فكره الثوره، كان هو بيمثل صوت الثوره ساعتها. وكان ده كان هو اللي بيمثل الـ 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 الوعي المصري في الفتره ديت، هو اللي بيمثل الافكار اللي الدوله بتقدمها للناس، المشاريع اللي الناس حباها، الناس نفسها ايه، في ايه نفسها تقدم ايه. في بعض الاغاني زي مثلا بالاحضان او صوره، احنا حافظين بس المذهب بس، الكوبليهات اللي جوه والاغاني والكوبليهات جوه زي الصوره مثلا، هتلاقي فيها شرح لاشكال من مثلا احنا عايزين نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا عشان نوصل لكذا، عايزين نحوش علشان يبقى عندنا رصيد نقدر نستخدمه في كذا، محتاجين نبني دور اوبرا ومش عارف ايه، زراعه كبرى وملاعب قادره، تماثيل رخام على الترع. اغنيه عامله خريطه الطريق لمستقبل مصر، اغنيه بتوعي الناس المفروض نعمل ايه وما نعملش ايه. بالظبط، احسن طريقه والله، مش كده؟ بالظبط صحيح. واحلى حاجه في عبد الحليم حافظ لما جه يحلف، حلف بسماحه وبترابها. العمل ده عمله بعد نكسه 67. كان حلف ان او اقسم ان اي حفله ليه لغايه الانتصار هيغني الاغنيه دي. احلف بالسماء وبترابها دي كان جزء من اي عمل بيغنيه، من اي حفله لعبد الحليم حافظ في الفتره من بعد 67 لغايه انتصارنا في سنه 73. واحنا هنكمل مسيره عبد الحليم حافظ ونفضل نحلف بسماحه وبترابها. يلا حافظ فعلا، يعني لما بتسمعه بتعيش معاه كده تاني في عالم تاني. كان فنان صادق جدا جدا وبيتعب على شغله جدا. عايزه ارجع بالاغاني لزمان قوي. لغايه امتى؟ من ايام المصريين القدماء. المصريين القدماء كان عندهم مراسم كده وهم بيعملوا عمليه التحنيط، كانوا طبعا بيغنوا طبعا، كانوا عاملين موسيقى الغنى. الغنى التعبير الصوتي في ثقافتنا كمصريين من ايام القدماء المصريين لغايه دلوقتي مستخدم في كل اشكال الحياه. في الصعيد عندنا، انا من سوهاج، في الصعيد عندنا والله احسن ناس. في الصعيد عندنا زمان لما قبل ما يخترعوا ماكينات الري وبتاع، كان اللي بيسقي الارض بتاعته كان بيستخدم شادوف او بيستخدم مش عارف ايه، كان ده القراطين ثلاثه بياخدوا منه يومين مجهود. فكانوا بالليل ما كانش فيه كهرباء، فكانوا بالليل علشان خاطر يسلوا بعض اللي هنا في الارض ديت واللي في الارض مش عارف ايه، كانوا بيقولوا صيحات غنائيه عشان يسمعوا بعض ويسلوا بعض. كان الصيحه ديت في فيلم الهروب، هي الصيحه اللي بتقال اسمها صيحه الصخور. هي الصيحات ديت في الجنازات. صيحه ايه؟ هي اسمها صيحه الصخور. صيحه الصخور.
صيحة أشكال كده من النداء، يعني هنعتبره يعني شكل من الصيحة كده، بيسلوا بعض علشان اللي في الأرض دي وفي الأرض البعيدة عنه بأربع فدادين يسمعوا بعض بالليل الدنيا ضلمة. في الجنازات لغاية وقت قريب كان في حاجة اسمها معددة. المعددة ديت بتقول أشكال غنائية من يعني كلمات حزينة بلحن بشكل غنائي، جزء مهم جدا من موروثنا الغنائي. الأشكال الغنائية الدينية أو الأشكال الغنائية اللي بتعبر عن الناس في كل نواحي حياتهم، سواء فرح أو حزن. قدماء المصريين كانوا بيغنوا وهم بيعملوا مراسم التحنيط، لما جت المسيحية مصر خدت الألحان دي وعملت كلمات عليها وغنوا عليها. بعدها لما جه الإسلام مصر خدوا الألحان الجميلة المصرية القديمة دي وعملوا كلمات عليها. بالضبط. في لحن من أهم الألحان اللي بتقدم في الكنيسة المصرية اسمه لحن غلغصة. غلغصة ده الطريق اللي السيد المسيح كان شايل عليه الصليب عشان يوصل للمكان اللي هيصلب فيه في الديانة المسيحية. اللحن دوت المصادر بتقول إن هو لحن فرعوني كان بيغنى في مراسم التحنيط. الشكل اللحن الديانة المسيحية لما دخلت مصر خدوا الشكل اللحن ده وبنوا عليه كلام، حطوا عليه كلام بيعبر عن نفس الحالة. وفي الديانة الإسلامية برضو استخدموا نفس الجملة اللحنية. أنا متشوقة أسمع بصراحة. هسمع عليك وهنسمع عليك تاني الجملة اللحنية أصلا بتقول والغصة إن رئوس. ده الشكل القبطي الإسلامي. مدد 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 يا رسول الله. فنفس الجملة اللحنية الكلام يتغير. فاحنا هنقدم شكل غنائي كده مجموعة من الأغاني المصرية. بس قبل ما تقوم خليهم كده يقولوا لنا الجملة اللحنية بالقبطي. يلا. احنا عجم ايه؟ نسمعها كده. غلغوصة. مين اللي حافظ غلغوصة؟ يلا بينا. 3 4. دي الجملة اللحنية القبطية. القبطية اللي بتغنى في الكنيسة القبطية. تمام. الجملة اللحنية الإسلامية. حافظين مدد؟ 3 كلنا 3 4. مدد 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 يا رسول الله. نسمع بقى، شوقتونا عايزين نسمعها كلها. الله اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرض بالمطر وحش حاش وطمر ومشى وحرق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. Thank you.
لا إله إلا الله، 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 مادت
الله 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 الله. مدد يا رسول الله، الله بجد يعني. شكرا شكرا. واحنا بنتكلم عن الالحان والموسيقى المصريه القديمه، وبنكتشف معاكم دلوقتي ان هي لسه عايشه معانا، ما ماتتش. بالظبط بالظبط. رغم كل التاريخ بيغنى في مراسم التحنيط من 4-5000 سنه، ولسه كل السنين، الافات السنين اللي عدت، والالحان والنغمات المصريه القديمه لسه موجوده. بنكتشف كمان انه اله الهارب اللي في تاريخنا المصري القديم اللي بنشوف رسمتها على جدران المعابد. صحيح. وعلى اوراق البردي. صحيح. نكتشف انه اله الهارب تطورت في مصر واتخذت منها السمسميه. بالزبط. الاله اللي بيتم استخدامها لغايه دلوقتي في منطقه السويس. بالظبط. آلة جميلة جدا، أول ما بنسمعها فعلا على طول بنفتكر، بنشوف مشاهد بقى السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وبنفتكر تاريخ طويل من النضال. صحيح. الكابتن غزال وفرقة أبناء الأرض والغنى العظيمة الجميلة، وفي منهم فرق غنت أغاني للمصريين، شجعت المصريين. صحيح. وحمستهم في أوقات النضال. صحيح. في حرب الاستنزاف كان الفرق ديت، كان قناة السويس اغلب الاهالي مهجرين ما عدا بس الـ 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 الجيوش وبعض الفنانين اللي راحوا يشتركوا مع الـ مع الـ مع الـ مع المجندين المصريين في ان هم يوفروا لهم مساحه من الاغاني اللي تحمسهم وتبعث فيهم الروح وتبعث فيهم الـ 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 النضال والاصرار، روح النضال والكفاح والإصرار والحماسه دي. فكانوا بفرقة أبناء الأرض وفرقة كابتن وكابتن غزال، عبد الرحمن الأبنودي كان قعد فترة هناك طبعا كبيرة. وكان ده هو كان يعني عنده بيت جميل جدا الله يرحمه في إسماعيلية. الله يرحمه. فكانوا بيغنوا أغاني من ديت علشان خاطر يقولوا للمجندين إن إحنا معاكم وإن إحنا شايفين اللي أنتوا بتعملوه وخليكم على رأيكم ودايما لقدام ودايما هنقدر بإذن الله نعدي أي صعب طول ما إحنا مع بعض. غني يا سمسمية، درصاص البندقية، يا بيوت السويس، يا بيوت مدينتي. وإيه كمان؟ هقول لها في أغنية، الأغنية الأخيرة بتقول فات الكتير يا بلدنا ما بقاش إلا القليل، فيها جملة بتقول وعظم إخواتنا نلمه نسنه ونعمل منه مدافع وندافع. صورة حادة. الكلام في المذهب الكوبليه الأولاني بيقول فات الكتير، أنت بترمي بإيديك أنابل وإحنا بإيدينا نزرع سنابل، يلي قلوبكم البوم ساكنها وإحنا في قلوبنا ساكنة البلابل. جملة رقيقة جدا. الجملة التانية وعظم إخواتنا نلمه نسنه ونعمل منه مدافع وندافع. فقد إيه الفنان التقليدي المصري، وده مش ده ده, ده مش شاعر يعني، ده شاعر من الناس، بس كلامه بيعبر عن حالته. قد ايه هو رقيق القلب وقد ايه هو برضو ساعة الجد عنيف جدا. يلا نسمع غنية سمسمية، يا بيوت السويس فاتك كتير. بالظبط. I'm gonna make it.
هنبنيها كان على الأرض هنحميها كان على بيوت هنبنيها انت بترمي بايديك انابل واحنا بايدينا بنزرع سنابل. صوره حلوه جدا جدا بتدل على واقعنا العربي انه قد ايه احنا يعني احنا امه مش معتديه. احنا امه بنبني بنزرع بنغني، ولكن في وقت من الاوقات لازم نكون عارفين انه لو في مشكله لو في عدو لازم كلنا كامه عربية نجتمع. عربية يا أرض فلسطين، واحدة من أجمل الأغاني اللي بتقول الموضوع في جملة واحدة، أرض فلسطين عربية. احنا نشرفنا ان احنا نقدم العمل ده. مش معنى اخترته النهاردة نسمع عربية أرض فلسطين؟ في أغاني كتير اتغنت لفلسطين كلها جميلة، لكن العمل ده كان من أكثرهم صدقا من وجهة نظرنا يعني. ونتمنى ان احنا نقدمه بشكل يليق بملحنه عمار الشريعي ومغنيته الفنانة أمال ماهر. عمار الشريعي برضو لازم نتوقف عنده كتير. عمار الشريعي واحد من الرواد، واحد من أعلام الموسيقى المصرية والعربية، والحقيقة أنا زي ما كنت بحب أسمع ألحانه لوحدها برضو من غير كلمات طبعا، مع الكلمات طبعا بتبقى برضو رائعة. كنت بحب أسمعه قوي، وبرنامجه الجميل اللي كان بيقدمه يعني كنت بحب كده اسمعه واتعلم منه. ده من اجمل البرامج اللي كان بيحلل فيها الاغاني وبيوضح الالحان بشكل مبسط للمتلقي عموما يعني. كان من اجمل عامل زي عارف استوديوهات التحليل الرياضيه بالظبط. كان عمار الشريعي برنامجه استوديو تحليل غنائي وموسيقي بالظبط، وعرفنا على حاجات كتير وفهمنا تفاصيل كتير. فهمنا حاجات كتير. يلا نسمع من الحان عمار الشريعي عربية يا ارض فلسطين. Thank you.
قلبي بتولع بهواك، عيونك
جولة في الغناء العربي، في غناء الفلكلور العربي من أقصى الشرق لأقصى الغرب. الحقيقة يعني ده بيبين قد إيه وطننا العربي مليان بثقافات متنوعة جميلة، ويعني مدارس فنية مختلفة طبعا، بس تحس طبعا إنها مؤتلفة. صحيح، في حاجة جمعاهم، وبرضو في تنوع وتفرد لكل شكل منهم، وديت من الحاجات اللي بتدي ثراء للفنون عموما وللأفكار وكده. فمن الحاجات اللي احنا بنحب دايما نقدمها ان احنا نحاول ندور على الفولكلور في وطننا العربي في كل دولة كده. يعني اللي قلنا دوت فيهم حاجة لبناني، فيهم حاجة سوداني، فيهم حاجة راي تونسي، وهكذا يعني. فبنحاول ندور يبقى دايما عندنا اشكال مختلفة من الغنى. من اجمل الحاجات اللي عندنا في مصر الاعلانات. الاعلانات المفروض معموله لغرض واحد واساسي، انك تبيع سلع وتبيع خدمه، بس احنا عملنا من كتر ما احنا بجد شعب فنان بطبعه، احنا حتى الاغاني بتاعت الاعلانات عملناها حلو جدا لدرجه انها بقت في وجداننا وحافظينها وبنغنيها كانها اغاني عاديه مش معموله اعلانات. صحيح صحيح صحيح، بقت جزء من موروثنا اللي احنا فاكرينه، حتى الاعلانات من واحنا اطفال يعني بتاعت منتجات معينه كده، ما علينا من ذكر اسمها، بس معروفه جدا رابسو مثلا. ما هو ما بقاش الحاجات دي بقتش موجوده دلوقتي، فمش اعلان. كانت من الاعلانات الجميله اللي بنحبها وجزء من موروثنا. والفتره الاخيره بقى فيه اهتمام من الشركات بان هم يقدموا اعلانات حلوه منضبطه ليها شكل، ما يبقاش مجرد اعلان ترويجي، لا يبقى قاصد يعمل كلام ولحن حلو الناس تحبه. فعاملين ميدلي منه ويا رب يعجبكم. يلا نسمع. يلا والشاي بس يا شبرونس تطلع اجمد مني، تعوج راسك تضحك بس اضحك لو ايه معاك مني. والشاي بس يا شبرونس بسدني همومي في ثانيه، بعد حساباتي وبرجع بص بصف وشك بالدنيا. ابو قلب ابيض ببرق يلعب في لون برق، ازاي يتعب ده سلام نتعب نفسنا على رق. ابو قلب ابيض يا كلام يعمل في الناس ما بدال، لو يوم قلبه هيتوجع نتوجع احنا بدال. بلعب بلعب وبواجه الدنيا وبغلب، والشك وانا واثق فيا واللحظه الصعبه بعديها فرقت
أنا الممكن ومش ممكن الصعب مني يتمكن. دي جملة بسيطة جميلة بتعبر بصدق صحيح عن الإنسان المصري. صحيح صحيح. عن تفرد الشخصية المصرية ووعيها بظروفها وتماهيها مع ظروف أيا كانت صعبة أو سهلة. بس يعني من الأغاني اللي أنا بحبها واللي هم بيحبوها يعني. واحنا في نهاية حفلتنا النهاردة ولقائنا النهاردة طبعا أنا بشكركم جدا جدا فردا 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 بجد. متعتونا وعملتوا لنا جو من البهجة الجميل جوه الاستوديو وبجد يعني شكرا. نورتونا. كورال هارموني عربي أحلى كورال في الدنيا. وطبعا ما ينفعش ما اشكرش المايسترو محمود وحيد الملحن والمؤلف الموسيقي. شكرا بجد كنتم احلى حاجه النهارده في اي تي سي. ختامها مسك. ختامها مسك. ونحن في اجواء العام الجديد هنسمع ايه بقى؟ حاجه الكريسماس بقى. كل سنه وانتم طيبين. يلا Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.